ايه؟ هيدقت هزار، معقول تكون رجعت من سنغافورة؟ مرحبا. اهلا نزورة، اشتقت لك. الحمد لله على السلامة. اشتقتولي؟ فوتي فوتي. هاي ميدو. لك هاي هزورة، وين هالغيبة؟ اشتقت لك كثير. فوتي فوتي. كيفك؟ تمام ماشي الحال. اول شيء هدول الهدايا الكم، رح وزعن عليكم وحده وحده بعد شوي. لك ليش عذبتي حالك يا هزوره؟ والله نحن ما بدنا منك شيء، يعني ما كان في داعي. لا حبيبتي، لا عذاب ولا شيء. اساسا ما كنت متوقعه انه سنغافوره كثير هيك رخيصه، يعني ما معقول فيها شغلات بتطير العقل. واو، ابعدين رحتي على سنغافوره مثل ما قلتي. سنغافوره بس؟ لك رحنا على سريلانكا، على تايلاند، على كوالالمبور، يعني تقريبا فتلنا جنوب شرق اسيا كلها. وان شاء الله انبسطتوا هنيك؟ كلمة انبسطنا كتير 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 قليلة. يا ويلي يا ويلي على هديك البلاد، شي بيمزع ضبنات العقل. اخ لك لحاله هذا برج بتروناس بكوالالمبور، يعني شو بدي اقول لك، خيلة من خيلات الزمن، كأنه عم نحكي عن قصص ألف ليلة وليلة. ضلينا يوم كامل انا وقدري نفتل فيه وما خلصنا. ولا حديقة التماسيح بتايلاند؟ هولي شي بموت رعبة. يا لطيف. أهلين هالزورة، الحمد لله على السلامة. ولك زياد. نعم علي. اسمع اسمع اسمع، على هالموال يلي بهزوا للصخر هز. هات معلم سمعنا. اسمع. هيا 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 هولك دخيل جرياتك يا بي، سامحني أنا غلطان، اشتقت لفلقاتك يا بي ودفشاتك على الحيطان، ولك مشتاق للضيعة وللحباب، مشتاق للغبرة ولك وللتراب، مشتاق لك يا سعداني ونطاتك على خزاني، ومرقاتك من تحت الباب. اوف 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 يا باي. الله الله على الموال، شو هاد يا معلم؟ كله حنين ما هيك ولا؟ انت ابو الحنيه، يسلم لي هالصوت. روح لك انا احكي لي مع لسه، مش انت سجل مع هالغنية. ما بتزبط معلم. لك بشرفي ناوي اخلع كف بزقك الدم، ليش عم تزبط ولا؟ روق معلم روق، البركه صوتك جبلي وكتير حلو، بدك واحدة توقف جنب منك يكون كمان صوتها جبلي وحلو، ساعتها بتقدح الموال بينزل الواوي من عالجوزة. ولكن انت بدك تقلي منه جايبه له هالزكا ولا؟ تربايتك معلم. ايه روح لك انا احكي لي مع نانسي عجرم فورا. يلا كمان ما بيزبط. روح يلعن ابو المناوي يخلعك كفي هر سنينك، ليش عم تزبط ولا؟ يا معلم انت بدك واحدة من هون وما في غيرها. مينا؟ دادو دادو. سأقتلع جذورك ترارن من فؤادي ترارن، وسأرمي. لا ما حبيتها ما حبيتها. شو بدي اكتب؟ شو هالرقم اللي مبهدل؟ اذهب اني. يا الله شو عني؟ مين هاد يا ترى؟ ألو؟ مين؟ مين أسعد؟ مين يعني؟ مين الكر؟ إيه مع مين عم تحكي؟ إيه أنا دادو. شو؟ شركة إنتاج بدك توقع عقد معي؟ Not a problem. بس بصراحة أنا هلا كتير بيزي، مالي فاضية بنوب، عندي مواعيد كتير كتير كتير. طيب منيح بعد نص ساعة؟ ما في مشكلة، عطيني العنوان. لا ما في داعي تبعت لي حدا، أنا عم بجيب سيارتي. أوكي.